كان التحدي بالنسبة لي أني أتخصص في أمراض النساء والولادة في الولايات المتحدة الأمريكية. كطبيبة طوارئ التحدي موجود في كل يوم وكل لحظة عمل نعتني بالمرضى بمختلف ثقافاتهم وجنسياتهم. كان التحدي بالنسبة لي أني كنت أول امرأة إماراتية تعمل في مختبرات الرعاية الصحية الأولية. كان التحدي بالنسبة لي أني أتخصص في مجال نادر. التحدي كان بالنسبة لي أني أكون في مهنة التمريض بما أن عددنا قليل كممرضات إماراتيات، والحين أنا ممرضة وافتخر أني إماراتية في مجال التمريض. وأنا أفتخر كإماراتية بأني أعمل في هذه المهنة وأساهم في إنقاذ حياة المرضى. أفتخر أني أنا امرأة إماراتية طموحة أعمل في المجال الفني، وأنا أفتخر أني من أوائل الإماراتيات اللي تخصصوا في مجال العلاج الطبيعي الليمفاوي، وأفتخر أني امرأة إماراتية أمثل دولة الإمارات كأمين الصندوق في جمعية المستشفيات العالمية.